واصلون معكم مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية لحظة فقرة ضيف. تدخل الحرب على غزة يومها 400 ومع تغير الأيام وتتابعها لا تتغير كثيرا يوميات القطاع، فهي لا تخلو من غارات جوية أو توغلات برية تتواصل على مدار الساعة، ومعها تتواصل كذلك رحلة نزوح بلا أفق يعيشها مئات الآلاف يوميا نحو وجهات مجهولة في ظل واقع إنساني كارثي. للوقوف عند آخر التطورات في القطاع المحاصر تنضم إلينا مراسلتنا في غزة إسلام الزعنون. أهلا بك إسلام، صباح الخير. بداية، كيف يبدو الوضع الميداني في غزة بعد مرور 400 يوم منذ بدء الحرب على القطاع؟ وحتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية مستمرة على مدار الساعة في كافة محافظات القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يغير الواقع الجغرافي في كثير من المناطق، لا سيما في المناطق الشمالية لقطاع غزة، المناطق الوسطى، محور نتسريم، منطقة رفح جنوبي القطاع، التي على مدار الساعة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية بعد مرور 400 يوم على حرب. نتحدث عن إبادة الإنسان وإبادة الحجر، ربما لا نكاد نرى مباني في القطاع من الشمال وحتى الجنوب. الاحتلال الإسرائيلي يركز بشكل واضح على تدمير المباني السكنية والبناء في مناطق الشمال منذ أكثر من 35 يوما. الاحتلال الإسرائيلي يحاصر هذه المنطقة بشكل كبير جدا ويقتل كل من قرر أن يبقى في نطاق جباليا وبيت لاهيا. أكثر من 200 ألف مواطن مؤخرا اضطروا للخروج قصرا تحت كافة أشكال الأسلحة الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية، ومنهم من قضى حقيقة على إثر استخدام الاحتلال الإسرائيلي أعتى أنواع الأسلحة وأصعبها في هذه العملية البرية الاستثنائية التي ما زالت قائمة في منطقة الشمال، بلا دواء، بلا طعام، بلا شراب، بلا مستشفيات، بلا دفاع مدني، بلا إسعاف. وبالتالي نتحدث عن واقع صعب جدا في مناطق الشمال، ونحن ندخل تقريبا الشهر الثالث عشر على حرب الإبادة الجوعية أو الجماعية، أو قد أتممنا هذا الشهر. الاحتلال الإسرائيلي أيضا يستخدم سياسات مختلفة في إطار هذه الحرب، سياسة التجويع وسياسة التعطيش، منع المساعدات، السماح لإدخال بعض البضائع ومنعها بعد فترة، وبالتالي سياسات المراوغة الإسرائيلية. هذا من جانب. من جانب آخر، الاحتلال الإسرائيلي كان يركز أيضا خلال الفترات السابقة وحتى صبيحة هذا اليوم ورصدنا للغارات الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي أيضا يغير على خيام النازحين، هذه المناطق التي كان يزعم أنها إنسانية وفي نطاقها ربما يجب أن تكون آمنة حسب ما يصفه الاحتلال الإسرائيلي بمناطق إنسانية، يغير بين وقت وآخر على خيام النازحين في منطقة المواصي. هؤلاء النازحين الذين خرجوا من كافة الأماكن التي كانوا آمنين فيها، خرجوا بلا ممتلكات وتوجهوا إلى هذه المناطق بحثا عن الأمان. الاحتلال الإسرائيلي يلاحق أيضا مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وبالتالي يوميا نرصد عشرات الشهداء وعشرات الإصابات على إثر الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. أعمال إسرائيلية متواصلة على أرض قطاع غزة، ربما حتى هذه اللحظة تتضارب القراءات السياسية فيما يتعلق بمصير غزة خلال الأيام القادمة. محور نتسريم، هذا المحور الذي أنشئ على بلدات ومدن في قطاع غزة، مدينة الزهراء المغراقة، مناطق من النصيرات، أيضا في منطقة جحر الديك، قد أقام إسفلت وبؤر استيطانية في هذه المنطقة في إطار تغيير واقع غزة على إثر استمرار هذه الحرب، حرب طويلة الأمد، ربما تكون الأطول في مدار الصراعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ النكبة الأولى وحتى هذه اللحظة. محور أيضا فيلادلفيا على الحدود المصرية تم تشكيله خلال الحرب وخلال العملية البرية على رفح جنوبي القطاع، نتحدث عن محور طوله 14 كيلو متر، أيضا غير واقع هذه المدينة الصغيرة أساسا، وبالتالي نتحدث عن وقائع جديدة على الأرض، تدمير كافة المدن
في كافة محافظات القطاع. بقي فقط من المنازل ربما الشيء القليل جدا هي في منطقة دير البلح وسط القطاع ومنطقة أيضا وبعض المناطق المجاورة لهذه المنطقة، وبالتالي نتحدث عن مدن بقيت في مستوى الأرض تماما على إثر استمرار القصف الإسرائيلي. لمن لم يعرف، غزة هي منطقة صغيرة جدا يقطنها عدد كبير من السكان مقارنة بعدد أو بمساحة هذه المنطقة، تقريبا 350 كيلومتر يقطنها أكثر من 2,300,000 مواطن، وبالتالي هذا عدد كبير جدا. في إطار الأرقام الصارخة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية نتحدث عن 43,500 شهيد على أقل تقدير، أكثر من 10,000 مفقود ما زالوا تحت المباني المدمرة تحت الأنقاض مع عدم إمكانية عمل الدفاع المدني، أكثر من 100,000 مصاب في القطاع. هؤلاء الإصابات أو تلك الإصابات اليوم تلاقي مصير صراحة مجهول. كافة المستشفيات قد استهدفت، وما زال الاحتلال الإسرائيلي أيضا يستهدف المستشفيات في مناطق الشمال. هؤلاء أو تلك الإصابات لا تقدم لها الرعاية الطبية. نعم، في حديثك أيضا إسلام نرصد أيضا الواقع المرير للمدنيين هناك ومعاناتهم من حملات التهجير والنزوح بين مختلف أرجاء القطاع المحاصر. أتحدث أيضا عن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، أكثر من 70% من قتلى حرب غزة على فترة 6 أشهر هم نساء وأطفال. كيف تساهم هذه المعطيات في كشف واقع الجرائم التي يقودها الجيش الإسرائيلي هناك بقطاع غزة وانكشافه أمام المنتظمة الدولي؟ يعني منذ بدء اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة كان يستهدف المباني السكنية على رؤوس ساكنيها. هذه المنازل بالتأكيد تأوي عائلات صغيرة من أب وأم وأطفال، وبالتالي في قطاع غزة نسبة الأطفال هي الأكبر على الإطلاق. نتحدث عن 1,000,000 طفل من مجمل عدد السكان هنا، من 2,000,000 مواطن اليوم الجميع هم من النازحين حقيقة. وبالتالي كانت الاستهدافات خلال فترة الحرب وما زالت قائمة هي الاستهدافات بشكل مباشر دون سابق إنذار لمربعات سكنية بشكل كامل، مباني سكنية تأوي أعدادا أو يعني تضم عدد كبير من الأطفال. واضح. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في كل مجزرة وفي كل جريمة يقتل فيها العدد الأكبر يكون منها من الأطفال والنساء، وهذا ما رصدناه خلال تغطياتنا في حرب الإبادة الجماعية فضلا عن حالة النزوح المستمرة. شكرا لك إسلام الزعنون مراسلة ميديا آن تي في من قطاع غزة على كل هذه التوضيحات بخصوص الوضع الميداني والإنساني هناك.